مدينة بسماية إلى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد على الطريق الدولي الرابط بين بغداد كوت، على مساحة 18,300,000 متر مربع. تبعد حوالي 10 كيلومترات عن حدود مدينة بغداد، وسيتم إنشاء طريق سريع يربط بسماية بعاصمتنا الحبيبة. تقسم المدينة إلى 8 أحياء سكنية إضافة إلى منطقة الأعمال التجارية المركزية التي سوف تتوسط المدينة. وبهذا فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية هو 100,000 وحدة، ولتستوعب المدينة 600,000 مواطن. أما الشقق فتبدأ بمساحة 100 متر مربع وبسعر 63,000 دولار، تحتوي على صالة ومطبخ وثلاث غرف نوم وملحقاتها. الشقة الثانية مساحتها 120 متر مربعا وبسعر 75,600 دولار، تحتوي على صالة ومطبخ وثلاث غرف نوم إضافة إلى ملحقاتها. وأخيرا شقة بمساحة 140 مترا مربعا وبسعر 88,200 دولار، وتحتوي على صالة ومطبخ وأربعة غرف نوم وملحقاتها. صممت الشقق بنمطين، نمط مغلق لكي تكون غرفة الاستقبال مستقلة عن باقي الغرف، وبهذا تنفصل المناطق العامة عن الخاصة، ونمط عصري تتداخل فيه غرفة الاستقبال مع المطبخ لاستغلال المساحة بشكل أفضل. طرق التسديد تكون بدفع المبلغ الإجمالي عند الشراء أو بدفع مقدم 50% أو 25%، ويمكن أيضا أن يكون المقدم 10%، وفي كل الحالات يقسط الباقي على 15 سنة. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا التالية www.basmaya.org أو investpromo.gov.iq أو الاتصال من كل الشبكات على رقم 1-5-2. بسماية مدينة عصرية لحياة جديدة.